السلام عليكم، معاكم باشمهندسة أشرفت محمود. النهاردة هنكمل باقي كورس ريفت المعماري. النهاردة هنتكلم على موضوع جديد وهو الماسنج. الماسنج دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن احنا فضلنا طول الكورس بنشتغل ببلانات سكاشن واجهات، اطلع 3D اقدر اتحكم فيه بالموديل ان بليس، ازود عليه حاجات، اشيل منه حاجات، اقدر الموديل على الفيسز حاجات، اقدر ان انا احط الماتيريال والرندر وهكذا. النهارده هنمشي الموضوع بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ يعني هبدا بالكتله 3D، ومن 3D هبدا ان انا اطلع البلانات واحلها. تعالوا نشوف ازاي اقدر ابدا من 3D او افكر بال 3D الاول. اول حاجه انا مش هدخل على التمبلت الاركتكتشر اللي احنا بنشتغل عليه، انا هدخل على حاجه اسمها نيو كونسبشوال ماس. هختار الفاميلي تمبلت اللي المفروض اشتغل عليها. وهي المتريك ماس، واقول له اوبن. ده انترفيس مختلف عن التمبلت العادي، مختلف عن الموديل ان بليس. ده الشكل بتاع الماسك. اولا فتح لي 3 ورك بلين، واحد افقي واثنين راسي. ده كجايد لي عايزه استخدمه هو بس. اوكي، عايزه ازود ممكن ازود، عايزه استعين بالفيسز زي ما كنت بعمل في الموديل ان بليس، عندي الاوبشن ده. تعالوا كده اجرب اعمل مثلا مستطيل، اقول له سيت ورك بلين واختار الورك بلين ده. اجرب اعمل كده مستطيل واقول له كرييت فور. مجرد ما عملت المستطيل كده ومسكته ظهر لي حاجه هنا اسمها ايه؟ كرييت فورم. الفورم ده بقى بالنسبه لي حول الشكل ال 2D المستطيل اللي انا عملته ل 3D. انا الشكل ده بالنسبه لي مبقاش مجرد 3D بس، هو شكل مكون من 3 حاجات. اول حاجه مكون من مجموعه بوينتس، كل 2 بوينت قصاد بعض عملوا لي حاجه اسمها ايدج، كل 4 ايدج عملوا لي حاجه اسمها فيس. كل واحده فيهم او كل حاجه فيهم اقدر اتحكم فيها عن طريق الثلاث اسهم دول، سواء الازرق في الاكس في الزد سوري، او الاحمر في الاكس، او الاخضر في الواي. اقدر ان انا امسك الايدج فيهم واقدر اتحكم فيه برضو في الثلاث اتجاهات، سواء الزد او الواي او الاكس. بالمنظر ده اقدر امسك البوينت واتحكم فيها برضو من الثلاث اتجاهات بالمنظر ده كده. اقدر ان انا ارفعها كده فوق شوية، هقدر امسك الايدج اللي تحت ده واعمل كده. كل ده انا عملته من ايه؟ من شكل مستطيل مش اكتر. كل ده انا عملته من شكل ايه؟ مستطيل. طلع لي الكتلة اللي انا شايفاها دي. انا مثلا ممكن امسك الكتلة دي كده واجي هنا في حاجة اسمها add profile. ايه add profile دي؟ ان انا زي ما عملت بشكل مستطيل كبروفايل اقدر ان انا اضيف بروفايل في نص المبنى، وده يكون شكله. طب انا هستفيد بيه بحاجة؟ انت ممكن تستفيدي بيه بحاجة. انا ممكن امسك البروفايل ده مثلا كله على بعضه كده، اقرب منه واجي اعمل كده. عملت ايه؟ شايفين المنظر؟ اجي مثلا لو عايزة اضيف بروفايل كمان اقول له add profile هنا مثلا، واقوم جاية ماسكة البروفايل ده وعامله كده. فعملت ايه؟ مسكت بروفايل وقدرت اتحكم فيه. طيب انا مثلا لو جيت اعمل دايرة، هاجي هنا كده اعمل دايرة واقوله create form.
هيسألني سؤال من اثنين، انت عايزاها دايرة ولا اسطوانة؟ ليه؟ لان الدايرة بالنسبة لي هي مسقط الافق بتاعها او السيركل، مسقط الافق بتاعها هي ممكن تكون كورة او اسطوانة. فانا ممكن اعمل حالة كام؟ طيب في حالة مثلا لو انا عايزة اضيف ايج هنا، يعني اضيف ايج بالنسبة لي الفيس ده كله على بعضه، انا مثلا عايزة اعمله اتنين، مثلا عايزة اقسم ده لتو فيسز، فانا اقدر امسك الكتلة واجي اعمله ايه اد ايج، فاقدر ان انا اجي هنا كده واضيف ايه ايج، فانا قسمته لكذا فيس، ما بقاش عندي ده عبارة عن فيس واحد، بالعكس ادي فيس وادي التاني وادي التالت، فبحيث ان انا لما اجي احط لهم ماتيريال هيتحطوا ايه اكتر من واحد. طيب لو جينا مثلا جيت ديليت، جيت عند الايست مثلا في الاليفيشن وحبيت ان انا اضيف ليفلز تانية مثلا، واجي اقول له ان ضيف لي 50 بالمنظر ده، واجي عند الثريدي فهي اضاف لي كذا ورك بلين، هاجي مثلا اقول له اعمل لي دايره في ست ورك بلين في البلين ده كده، واجي مثلا اقول له او بلاش 26 خليهم 15 مثلا الريدي بتاعه، واجي اقول له اعمل لي مثلا مستطيل في الورك بلين ده، فهيجي اعمل كده، واجي مثلا اقول له اعمل لي ألبس في الورك بلين هنا كده، وابتدي اعمل ألبس كده. فانا بالنسبة لي دلوقتي بقى عندي ايه، بقى عندي تلاتة بروفايل عايزة اوصل ما بينهم. طب انا عملت التلاتة بروفايل دي بناء على ايه؟ بناء على ان انا اتخيل شكل الكتلة اللي انا عايزة اعملها، يبقى انا عملتهم كده بناء على شكل الكتلة اللي انا تخيلت ان هي في المكان ده تحديدا شكل البروفايل بتاعها اتغير، فانا اقدر امسكهم كده هما التلاتة واقول له كرييت فورم، فعمل لي ايه بالظبط، فتح لي وصل لي بين التلاتة وعمل لي منظرهم كده، فانا اقدر امسك الفيس ده مثلا ممكن اطوله شوية كده، انا امسك البروفايل اللي في النص ده مثلا فين مش عارفه امسكه، طب امسكه ازاي؟ تعالي امسكي الكتله كلها وقولي له اكس راي، اكس راي دي فتحت لي الايه كل البوينتس من جوه، اقدر امسكها مثلا واعمل كده شويه واقفل اكس راي تاني، فانا خليت ايه الكتله مايله شويه، اقدر مثلا ان انا اضيف بروفايل تاب اد بروفايل ضيف لي بروفايل هنا، ممكن امسك البروفايل ده كده واعمله الناحية التانية كده. طيب انا ممكن مثلا احب ان انا اقسم الفيس بتاعي ده لكذا فيس، هعمل ايه؟ هاجي امسك الكتلة تاني واقول له اد ايج، وهبتدي ان انا اضيف له كده الناحيه الثانيه واضيف له ايج كده، فبالنسبه لي دول بقى عباره عن ايه، عن تو فيس. طب انا الشكل ده بقى عايزه احوله لشكل حقيقي، عايزه احوله لايه؟ لشكل حقيقي. اقدر اعمل ده ازاي؟ اولا لازم اكون فاتحه عندي
تمبلت اركتكتشر تمبلت عادي. واقول له اوكي. هاجي هنا كده 3D، هقول له لود انتو بروجكت، للبروجكت بتاعي هحط الاول الموديل بتاعي. اقدر احط منه كذا واحده، اقدر احط منه كذا واحده، واجي عند 3D ادي شكل الموديل بتاعي. ولكن الموديل ده بالنسبه لي عباره عن ورق، فهو مش حقيقه. بمعنى ايه؟ بمعنى لو جيت عند ميسنجر سايت وقفلت الشو ماس، هو الماس بقى عندي مش حقيقي. تعالوا اول حاجه نبتدي نحول ده لحقيقه، فلورز وول كيرتن وول ايا كان هم عاملين ازاي. هظبط اليونتس في المبنى في المشروع، واجي هنا اعمل لده الري مثلا 30، شيل علامه من على جروب وامسك ده واعمل له ان هو 4 متر. ممكن امسك ده تاني واقول له array 3 ويجي اعمل كده. تمام بالمنظر ده. طيب هاجي هنا عند 3D تاني، عايزه احط هنا فلورز. اول حاجه لازم تكون عندي الماس فلور الاول. طب اعملها ازاي؟ همسك المبنى يفتح لي هنا في الهايلايت الاخضر الماس فلور، هبدا امارك على كل الفلورز بناء على اللي انا عملته في المبنى. فهختار اول واحده وادوس شيفت اخر واحده وادوس على مارك، فبالتالي عمل لي الماس فلور. ولكن مازال ده بالنسبة لي عبارة عن ايه؟ عبارة عن هوا. فاقدر اعمل ايه؟ همسك هاجي هنا عند فلور موديل باي فيس فلور، هقول سيلكت مالتي ان انا همسك المبنى ده كله واقوله كرييت فلور. كده انا عملت الفلورز. هقفل الماس، بقى عندي خلاص الفلورز جوه، وده الجينيريك فلور، واقدر ان انا اظهر اي ليفل فيهم وابتدي ارسم. طب بالنسبه للوول، هاجي عند امر الوول موديل باي فيس، ومجرد بس ان انا اباك على الوول كده ممكن هقفل الماس. ادي امر الوول. طيب ممكن اعمل كيرتن سيستم، او ممكن اجي هنا كده 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 واقول له كيرتن سيستم. كده انا عملت الكيرتن سيستم. اقفل بقى الماس، خلاص الماس كده دورها انتهى بالنسبه لي. بقى عندي الادوار، بقى عندي كل حاجه. لو جيت مثلا حبيت اظهر دور معين فيو بلان فيوز فلور بلان وظهر لي مثلا ليفل 16 عايزه ارسم فيه، بقى عندي ليفل 16 اهو، وابتدي ارسم فيه اللي انا عايزاه في الليفل بتاعي اللي انا شايفاه ده. ما هو اللي باين من تحت بقى باقي المبنى، لان المبنى ما بقاش حاجه عدله. يعني انا واقفه في ليفل 16 وشايفه اللي هنا اللي من الناحيه دي، او شايفه اللي هنا من الناحيه دي، فانا خلاص حولت المبنى بتاعي لشيء حقيقي. طب في حاله ان انا عايزه ارسم من جوه المبنى، من جوه المشروع، هقدر اجي عند ماسنج انسايت اقول ان بليس ماس وابدا ارسم. وفي الحاله دي احنا هنكمل الماسنج ان شاء الله بموديل جديد في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا.